عقب إقرار شغور منصبه في رئاسة الجمهورية، وجه الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة رسالة جديدة للجزائريين أقر فيها ضمناً بأخطاء شابت فترة حكمه، قائلاً: ألتمس الصفحة ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني من حيث لا أدري. وذكر بوتفليقة في رسالة الوداع يقول: أنا أغادر سدة المسؤولية، وجب علي ألا أنهي مساري الرئاسي من دون أن أوافيكم بكتاب الآخر هذا، وغايتي منه ألا أبرح المشهد السياسي الوطني على ثناء بيننا يحرمني من التماس الصفح ممن قصرت في حقهم من أبناء وطني من حيث لا أدري. ختم الرئيس المنتهية ولايته رسالته قائلاً: أخاطبكم مودعاً، وليس من السهل علي التعبير عن حقيقة مشاعري نحوكم وصدق إحساسي اتجاهكم. ولفت أنه غير حزين على مغادرته سدة الحكم، ولا هو خائف على مستقبل البلاد. بوتفليقة أبدى ثقته العمياء في الشباب ووعيه، وألح في طلب الصفح قائلاً: أنا بشر غير منزه عن الخطأ، المسامحة والمعذرة والصفح عن كل تقصير ارتكبته في حقكم بكلمة أو بفعل.